أول مهاجم سيكون يحصد لقب الهداف من فلسطين الحبيبة. صحيح اللاعب الفلسطيني طبقا للوائح الدوري المصري بيعد لاعب مصري، لكن وسام أول هداف لبطولة الدوري المصري الممتاز من دولة فلسطين الحبيبة، وأول هداف لبطولة الدوري المصري الممتاز. ينتقل إلى النادي الأهلي في يناير ويفوز بلقب الهداف. عندنا 6 دقايق وبنلعب في الدقيقة 5. أدي كورة، هل فيها شد وجذب؟ خطأ لمصلحة بيراميدز. فاضل 2 علشان يتأكد الكلام اللي قلته لحضراتكم. كرة عرضية ودي ضربة راسية، ومروان يسجل أول لجوان. مروان يسجل أول لجوان في الدقيقة 95+90. فرحة كبيرة ليوروتيتش، دايما البديل بينجح في التسجيل، دايما بيدفع بيه يوروتيتش، وبالفعل في الدقيقة 95+90 ينجح مروان ان هو يسجل اول لجوان. بصوا شوفوا الكورة العرضية من بوبه، ودي ما ترجعش يا جدعان، راسية حديدية من مروان يفتتح التسجيل ويفض الاشتباك في الدقيقة 95+90 علشان يحقق فوز شرفي لبيراميدز في اعلى معدل فوز في مشاركات بيراميدز في بطولة الدوري، ب24 انتصار. في اللقطة الاخيرة لألبوم مشاركة بيراميدز في دوري نايل عن طريق مروان، لكن مباراة كبيرة جدا جدا للداخلية، وبيني وبينكو ملهاش لازمة حركة الكرواتي يوروتيتش.